ليس قطاع الصحة فحسب ما يعاني من السمنة وتداعياتها، بل سوق العمل أيضا، وسبب ذلك زيادة أعداد العاطلين عن العمل لأسباب متعلقة بالوزن الزائد. تكشف الإحصاءات أن 9,300,000 شخص غير ناشطين اقتصاديا. لذلك يدرس وزير الصحة البريطاني إعطاء حقن جديدة لإنقاص وزن العاطلين عن العمل لمساعدتهم على العودة إلى سوق العمل، وهو ما أيده رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. فهذا الاقتراح يأتي في وقت أعلنت الحكومة عن استثمار بقيمة 279 مليون جنيه من أكبر شركة أدوية في العالم في اليوم الذي استضاف فيه ستارمر قمة استثمارية دولية، على أن تشمل الخطط تجارب واقعية لتأثير أدوية إنقاص الوزن على البطالة. وسبب هذه الخطط العبء الكبير الذي تتركه السمنة على الخدمات الصحية، تكلفها 11 مليار جنيه سنويا. وتشير التقارير إلى أن أمراض السمنة تجعل الناس يأخذون 4 أيام مرضية إضافية في المتوسط سنويا، في حين يضطر الكثيرون إلى ترك العمل تماما. كما تشير التوقعات إلى أن عدد العمال في إجازة مرضية طويلة الأمد سيزيد بنسبة تزيد عن 50% في غضون 5 سنوات.